ومفيش حد يكلمنا في الكوره غير واحد من نجوم الكوره في نادي الزمالك، كابتن احمد صالح، واحد من نجوم نادي الزمالك والكره المصريه. يا كابتن احمد، نهارك ابيض ومشرفنا في نهارك ابيض. نهارك ابيض يا ابو حميد، وصباحك ابيض وخطين حمر كمان. حبيبي يا كابتن احمد، مشرفنا ومنورنا. لسه ربنا يبارك فيك. شايف ازاي بقى، وشايف ازاي اللعيبه دي يتم تاهيلها نفسيا، اللعيبه الناشئين، عشان هيبداوا مباراه زي مباراه الداخليه؟ انا شايف ان دي مشكله كبيره جدا ان انت تلعب غير الدوليين. كنت اتمنى ان الزمالك ياجل المباراه لحد لعيبه الدوليه ما ترجع، مع احترامي الكامل لكل اللعيبه اللي مش في المنتخب يعني. لان حصل في كاس الرابطه كان الاداء ما كانش على المستوى المطلوب لنادي الزمالك، كان الاداء سيء جدا يعني. بدايه من نادي الزمالك لما غزل المحله كسب 3 في الرابطه، كان اداء نادي الزمالك ما كانش على المستوى المطلوب، اللعيبه ما كانتش على المستوى المطلوب في كاس الرابطه يعني. فنتمنى الكاس يغيروا وجهه النظر دي ويقدروا يشتغلوا ويكسبوا ويقولوا احنا موجودين الناس اللي خارج المنتخب، لان كان في مشاكل كبيره جدا في كاس الرابطه. فاتمنى ان ده ما يكونش موجود الفتره اللي جايه نادي الزمالك يعني، واللعيبه تكون على قدر تيشيرت نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك طبعا. يعني يمكن خط الدفاع كله مش موجود يا كابتن، باستثناء طبعا محمد عبد الغني، واحد من اللعيبه الاساسيين اللي لسه موجودين مع فريق نادي الزمالك. عندك طبعا بعض العناصر الشباب، حسام عبد المجيد، محمد طارق، ومحمد حمدي. هل اللعيبه دي عندها من الثبات الانفعالي ان هي تلعب مباراه كبيره وفيها ضغط جماهيري؟ لان لا قدر الله لو النتيجه مش الفوز هيبقى في ضغط جماهيري كبير جدا، زي ما حضرتك قلت ما ينفعش نادي الزمالك يخرج من المنافسه على اي بطوله. لا، هي هتبقى مشكله كبيره المباراه باللعيبه اللي موجوده يعني. اعتقد ان اللعيبه الدوليه هم اللي بيعملوا فارق مع اي فريق، خصوصا ان الزمالك عنده اللعيبه الدوليه من اتقل اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري. فلما تشيل الناس دي كلها ما يلعبوش في اللي هو القوه الضربه بتاعتك انت، ما يلعبوش في بطوله زي بطوله الكاس وانت خلاص قربت على نهايتها يعني. فاعتقد ان ده شيء هيبقى صعب على اللعيبه اللي موجوده، لان هي بتبقى في فروق فرديه مع احترامي الكامل لكل الناس يعني. اللعيب الدولي بيبقى عنده سمات شخصيه ثانيه خالص، مجهوده في الملعب بيبقى ماشي كويس بقاله فتره علشان كده المنتخب بيضمه، عنده حلول فرديه، عنده مثلا اشرف بن شرقي مثلا او زيزو او يعني الناس الثقيله او جزيره او الناس اللي هي التقال في الملعب. فاعتقد ان ده هيبقى في مشكله كبيره في المباراة يعني عموما يعني. لكن نتمنى طبعا ان نادي الزمالك عنده لعيبة كبيرة جدا جدا، ولعيبة كل الناس المسجلة في القائمة لعيبة كبيرة وتقدر تشتغل طبعا. هو يلعب نادي الداخلية، نادي الداخلية لسه يعني صاعد من تحت، لكن عنده فريق كبير وفريق منظم. اتمنى ان فريق نادي الزمالك ياخد الامور بجدية، والناس تثبت نفسها ان هي على قد المسؤولية انها تقدر تكمل السنة اللي جاية مع نادي الزمالك يعني. كابتن احمد، مش عايز افوت الفرصة واسألك كمدير فني بقى وراجل في التدريب دلوقتي، شايف ازاي مباراه الداخليه هتبقى من غير الدوليين، وبعد ما يرجع اللعيبه الدوليين هتلعب مباراه القمه، شايف المفارقه دي ازاي، وصعوبه يعني لو بنتكلم على الانسجام مثلا، فاللعيبه في ماتش الداخليه هيبقى في لعيبه مش موجوده من الدوليين هيرجعوا تاني بعد الانضمام من منتخب مصر، رجعوا على مباراه القمه، شايف ايه اللي ممكن يحصل في الفتره دي؟ بس ده وارد، انت عندك لعبة في الدوليه موجوده، وكاس مصر خلاص اتحاد الكوره او كاس الرابطه او ايا كان المسؤول عن التنظيم يعني، فخلاص الناس هيلعبوا البطوله في التوقيت ده، ونادي الزمالك خلاص هيشارك، فطبيعي ان انت هتشترك بالمجموعه، والمجموعه الدوليه لما ترجع تلعب مباريات الدوري يعني. فده وارد يعني، كان ايامنا احنا حصل كده قبل كده، بس المجموعه اللي ما كانتش مشترك اساسيه خدنا كاس افريقيا، كان يويندو، كان بيلعب كان يويندو كمان، كان في رمضان في التوقيت ده صحيح، وكان في مجموعتين، مجموعه في افريقيا ومجموعه في الدوري برضه نفس الكلام. لكن المجموعه بتاعت ناس الزمالك القديمه او ناس زمان كان عندهم مسؤوليه، اللي كان قاعد يحتفظ اللي جوه المجموعه نفسها كلها كانت على مستوى واحد، اللي قاعد يحتفظ كتير على مستوى يعني. فهي راجعه لشخصيه اللعيبه وامكانيات اللعيبه اللي بتبقى موجوده في التيم يعني. بما اننا كنا بنتكلم عن اللعيبه الدوليين، تعال نروح لمنتخب مصر. عايز اخد رايك في المباراه الاولى امام غينيا في اول تجربه تحت القياده الفنيه للكابتن ايهاب جلال، شفت المباراه دي ازاي؟ ايهاب جلال ما يلحقش يعمل حاجه يعني، احنا عاذرينه المباراه الاولى. الاداء طبعا مش على المستوى المطلوب، لكن احنا لازم نساند الكابتن ايهاب، مدرب كبير طبعا ومدرب وطني،
كمان هو لازم يعني الناس كلها الاعلام كمان يساندوه شويه، لكن في بعض الناس بتقطع بشكل مخيف يعني. صحيح، لكن ده اول مباراه وهو وده امر مؤسف والله يا كابتن. الناس تبقى لعبه كوره وعارفه ازاي المدرب بيبقى تحت ضغط ويعملوا ده وبيستمروا في ده. لا، واخد الثلاثه بونت. لا، اللي بيقطع ده بيبقى فيه هدف معين عايزه. الفتره الاخيره كمان في السوشيال ميديا بقت صعبه جدا جدا، عايز اليوتيوب او القناه بتاعته او اللايكات او الحاجات دي كلها تبقى موجوده في كل واحد ليه هدف شخصي يعني. لكن ممكن انقد بنقد بناء يعني، مثلا احنا ما بداناش بمصطفى محمد بفرد صريح يعني، ومرموش لعب وزيزو اتغير مكانه يعني. ده ممكن اقول للكابتن ايهاب ده ما كانتش موفقه، الحاجات دي ما كانتش موفقه. لكن لما مصطفى محمد لعب بقى فرود صريح، بقى لنا يعني بعد التغييرات شكلنا بقى احسن مع الناس اللي نزلت. فده انا كده بنقد، لكن نقد بناء للراجل يعني، ده وجهه نظر انت فاهمني، لكن ما بشتمش ما بقطعش كده يعني. واللي احنا عايزينه من المباراه خدناه اللي هو الثلاث نقط وده الاهم. فلازم نساند الراجل يعني، 3 بونت طالما بياخد 3 بونت. انا عايز الاداء وحش على طول، لكن ياخد ال 3 بونت ووصلنا كاس عالم وكاس افريقيا ووصلنا كل ناخد كل البطولات اللي احنا بنلعب فيها يعني. صحيح، شايف ازاي بقى مباراه اثيوبيا غدا في تاني بقى المواجهات؟ ما فيش مباراه سهله، هي كل المباريات صعبه جدا جدا يعني. كمان انت عندك مجموعه لعيبه مميزه جدا، لكن ما كانش عندهم التوفيق في الاداء. نتمنى ان اللعيبه النهارده وكابتن ايهاب بكره يقدروا يبقى في اداء كويس مع نتيجه ايجابيه علشان خاطر الشعب المصري يكون راضي، والنقاد والرياضيين وكل الناس تكون مع الكابتن ايهاب يعني. لكن ده حال الكوره طبعا، في ناس بيبقى في راي الاخر دايما موجود، وهو اكيد الكابتن ايهاب عارف الكلام ده. اتمنى منه ان هو يلتزم الصمت ويركز بس في شغله طبعا، ويركز مع لعيبته، وان شاء الله باذن مصر تكسب المباراه دي كمان، واي مباراه نلعبها يكون فيها اداء ونتيجه ان شاء الله مع كابتن ايهاب يعني. في لعيبه كنت نفسك تشوفها كابتن احمد في المباراه الاولى، نفسك تشوفها في مباراه بكره؟ لا والله ايا كان يعني، انا نفسي ابدا بابراهيم عادل. ابراهيم عادل من اللعيبه المميزه جدا جدا. صحيح. ومصطفى محمد عايزه يبدا كمان. دول لعيبه يعني سر صريح لازم يكون موجود. عندك كمان ابراهيم من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر في الطرف يعني الشمال، في يمين او شمال يعني، او فهو بتوظف في ثلاث حتت اللي تحت الثروه. لعيب عنده قدرات كبيره جدا ابراهيم، يعني شويت كمان يا كابتن، ودي ملكه مش كتير عندنا. امام عاشور عنده نفس الموهبه، عندنا ابراهيم عادل عنده نفس الموهبه، فدي حاجة مهمة ان هو ينزل من البداية. كمان الناس بتتمتع بالكورة في رجل، اللي انت عايزه كمان نسبة المشاهدة، الناس اللي بتتفرج هتبقى مستمتعة بلعب ابراهيم عادل يعني. لو في تشكيل بالنسبة لك كده يا كابتن تتوقعه، تقول لنا التشكيل من وجهة نظرك. لا، هو التشكيل زي ما هو، مفيش مشاكل خالص، بس مصطفى محمد يبدأ راس حربة، ومرموش وسوري وابراهيم عادل يعني. بالظبط بالظبط. وزيزو يرجع مكانه يعني. زيزو يرجع وينج رايت للقلب، للقلب يلعب زي مركز 10 كده، او يلعب 8 متقدم. صراحه الناحيه الثانيه ما حدش هيحرك صراحه الناحيه الثانيه مفيش غير لو هو عايز بقى، لان زيزو بيقدر يشتغل النواحي الهجوميه، بيقدر يشتغل بمجهوده عالي جدا، بيقدر يمين او شمال او، لكن كمان بيقدر يدافع بشكل مميز يعني. زيزو بيقدر، وده من اللعيبه القليله جدا، انت بتدافع 50% وتهاجم 50%، 50 50 دي قليله جدا جدا مع اللعيبه. في ناس هتلاقي بيهاجم 70% وبيدافع 30% بس، لكن زيزو عنده القدره ان هو يدافع ويهاجم في نفس الوقت على نفس القدر يعني. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في نهارك ابيض، ودايما كده نهارك ابيض بخطين حمر. نشكر طبعا نجم نادي الزمالك والكره المصريه كابتن احمد صالح على هذه المداخله.